اعتمدت إمارة أبو ظبي مبادرة طموحة الأسبوع الماضي لتحويل السيارات العاملة على البنزين والديزل لتستخدم الغاز الطبيعي المضغوط بدلا منه، لا سيما وأن الإمارات قد حررت أسعار الوقود بداية الشهر الحالي، ليرتفع في شهر أغسطس البنزين بنحو 24% في حين تراجع سعر الديزل بنحو 29%، نتحدث عن شهر أغسطس. لنطلعكم أولا على تفاصيل هذه المبادرة الطموحة، أبو ظبي تسعى لإنشاء 84 محطة توزيع مختصة بتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط في 5 سنوات على الشكل التالي: 22 محطة هذا العام، و28 محطة في عام 2016، و34 محطة بين عامي 2017 و2020. نتائج هذه المبادرة ستنعكس على الدولة وعلى الأفراد والبيئة على حد سواء، فالدولة ستستطيع توفير المشتقات من البنزين والديزل وتصديرها في مقابل استخدام الغاز الطبيعي المتوفر في الإمارات. أما بالنسبة للبيئة، فتحول السيارة إلى الغاز يخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 29%، كما أن تحويل 1000 سيارة على الغاز يعادل الحفاظ على أكثر من 22,000 شجرة. أما الأفراد فسوف يوفرون مثلا 30 درهما عندما يسافرون بالسيارة من دبي إلى أبو ظبي، ولكن ماذا عن تكلفة تحويل السيارة من البنزين أو الديزل إلى الغاز؟ تقول الدراسة أن تحويل السيارة الصغيرة ذات الأربع أسطوانات تكلف نحو 6,000 درهم، أي نحو 1,600 دولار فقط، ويمكن استرداد هذه التكلفة في فترة ما بين 6 أشهر وسنة، وذلك بحسب فترات القيادة نتيجة التوفير في الوقود. أما السيارة الكبيرة ذات 8 أسطوانات فيكلف تحويلها 8,000 درهم، وستوفر أدنوك 5 ورش لتحويل سيارات الراغبين بذلك. أما عن الانتشار العالمي، فيكفي أن نعرف شعبية السيارات العاملة على الغاز من خلال الأرقام التالية: 15 مليون سيارة في العالم تعمل على الغاز حاليا، تتزود بالوقود عن طريق 20,000 محطة متواجدة في 84 دولة مختلفة. يا مرحبا يا شباب، حياكم الله. طبعا نيسان انا قبل فترة حولت من بترول لين شو يسمونه، بي جي ان اللي هو الغاز، تمام؟ وهذا عداد الغاز، حلو. شوفون اللي نقطتين خضر هذيله، هذا هو يجي الغاز. من يخلص عندي سلندر الغاز على طول تحول بترول، ويطلع لي صوت اللي هو صوت الالارم هذا، طوط طوط طوط، انه ولا خلص الغاز. المفروض اني انا السويتش اللي رويتكم اياه تبنده، تمام. الموتر الحين انا امشي 140، تمام، ومثل ما تشاهدون وتلاحظون ما في اي فرقيه. وهذه طال عمركم وهذا عزم الموتر، عفوا شوفوا عزم الموتر يم بنفخه، شوفوا كيف الار بي ام. طبعا كنت اتكلم واقول براويكم عزم الموتر، شوفوا الار بي ام، اضغط الموتر وشوفوا الار بي ام يمشي 140، تمام، شوفوا كيف على طول، يعني ما عندك اي مشكله. وشوف كيف عق 160 في اقل من دقيقه، يعني موتر ماشي عزمه تمام، ما عندك اي مشكله في عزمه، ما عندك اي مشكله في مشيه اقتصادي. منطقة للاقتصاد الغاز عبيه ماكسيموم 22 درهم، انت لو تي تعبي 22 درهم بترول وين بيوديك؟ والله ولا يوديك دار. هذا 22 درهم يمشنك على حسب دوسة ريلك، وماكسيموم يمشنك 125 كيلو. بنكمل لكم ان شاء الله التفاصيل وكيف تركيب الغاز وكيف مكانه وكيف اموره في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، تضرون. طبعا يا شباب الحين لافين على محطة الأدنوك عشان نعبي السيارة اللي هي VGN اللي هو الغاز. طبعا له أماكن أو محطات معينة في أدنوك
ويا ريت أدنك توفرها في جميع المحطات، لأن نعاني في بعض المحطات يقول لك والله البريشر داون، البريشر خالص من هاي الأمور. تمام، طبعا أول ما تي المحطة هذه، أول ما توصل المحطة طبعا توصل هني تي عند اللي هو هذه المخصصة حق الغاز. تمام، تشوف أنت أي اتجاه أنت مركب منه، وطبعا تي وتوقف السيارة من إجراءات السلامة، تحطها طبعا باركن، تبند السيارة وتطفي المحرك إطفاء تام. تمام، وبعدين تنزل تركب البايب، براويكم طريقة تركيبه. طبعا هني لك الخيار، راكب بالسيارة طبعا انك انت تخليه عدال البترول او انك تخليه هني في الماكينة. هذا ضغط ماله، هاي السلندرات ماله، بما ان السيارة 8 سلندر عندك هني 4 وهني 4، هذا البايب وهني البريشر ماله. طبعا تشل البايب هذا وتحطه هني. تمام، بعد ما تركبه تكبسه. تمام، شدين كبس حلو، خبر الموظف هناك، شغل لك رقم اللي هو هذا 24. من بعدها تولع لك الإشارة هني، دق ستارت، تنتظر يعدي، تخلص الدق ستوب وبعدين تفتحه. طبعا انتظر الموظف هني يعطيني الإشارة أن أوكي عشان أبدأ أعدي. تمام، نشوف اني انا ما عندي الكارت اللي هو مال ادنوك او مال رحال تقدر تعبيها، بس انت تبلغه هني انك انت تبى تعبي، تدفع كاش او بالبطاقة ويسوي اجراءاته من هناك ويعطيك اوكي. تمام تمام، قال اوكي. طبعا هني نضغط اللي هو الستارت، بعد ما تضغط الستارت طبعا صفر يبدأ يعبي. أسمعكم في صوت داخل السيارة اللي هي في السلندر، ما أدري تسمعون الصوت أو لا. عفوا، صورنا الريال. هذا صوت طبعا الغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في نهاية الفيديو حبيت أعقب بس عن بعض الأشياء اللي عرضتها في الفيديو. المذيع في نشرة العربية طبعا ذكر أن التكلفة تكلف من 5000 إلى 8، وهي المعلومة غير صحيحة. طبعا التكلفة تبدأ من 4000 وحاجة، تمام، لغاية 7000 فقط، تمام، سواء صالون أو فرويل، والفرويل يدخل في 6000 أو قريب 7، تمام. أما الصالون تقريبا في 4000 وحاجة هذه. أوكي، هاي نقطة. النقطة الثانية طبعا اللي بغيت تتكلم عنها، تركيب الغاز الطبيعي في السيارة ما ياخذ غير تقريبا 6 ساعات ل 8 ساعات. تمام، تستلمها من إذا سلمتها أول الصباح طبعا تستلمها في نهاية اليوم. الجهة المسؤولة، هو قال أدنوك في النشرة، الجهة المسؤولة ليست أدنوك، الجهة المسؤولة عن تركيب اسطوانات الغاز اللي هي مواصلات الإمارات. ومثل ما تشوفون طبعا في الصورة الواضحة أمامكم الاستيكر ماله موجود اللي هم مواصلات الإمارات، هي الجهة المسؤولة عن التركيب. تمام، الجهة المسؤولة عن تزويدك بالغاز الطبيعي اللي هي أدنوك. أدنوك جهة فقط للتزويد وليس للتركيب، تركيب مواصلات الإمارات. طبعا اللي حاب يركب يتواصل طبعا مع مواصلات الإمارات ويطلب منهم اللي هو أرقام الناس اللي الورشة اللي مداومين في الورشة اللي يركبون الغاز الطبيعي للسيارات، وراح يعطونا أرقام الناس هذيلا ويتواصل معاهم. أخواني بارك الله فيكم، الأشياء اللي تشوفونها طبعا مش واضحة لكم، ممكن طبعا تتواصلون مع مواصلات الإمارات وتستفسرون عن الأشياء هاي من A to Z. الفيديو هذا كان مجرد فيديو تعريفي واجتهاد شخصي مني على أساس أن أوضح الصورة للناس وأشجعهم على تركيب الغاز الطبيعي. وفي نهاية هذا الفيديو طبعا ما أقدر أقول لكم غير مكلمكم سيف المزروعي، دعواتكم لنا، واللي عنده استفسار يكلمني وأنا حاضر.
حطوا تعليقاتكم، تكلموني خاص، تكلموني مباشر، تكلموني على أي جهة من الجهات، مرحب بالصعب الجميع. دعواتكم لنا، والله يحفظكم. السلام عليكم.